سلام عليكم، كيف الحال؟ ابوي لا تحرمون لا تحرمون، لا طم ابوي لحم حيران في الليل ماشي رياضه. ايه والرياضه ابوي لازم الادمي يخليها عاده ذبه حياته، ما دام حي يكون رياضي، ما بلازم انت تتغدي من عارضين الازياء، هب لازم، وانك يعني لازم كله لا بدي غدي جسمك منحوت نحات، ما بغدي منحوت نحات، هاك يبالي يهدن عظيم. لكن انتهى، لكن انت تعال شو تسوي؟ انت ابوي قبض الهزيله لين تلحق السمينه. اقبض الهزيله لين تلحق السمينه، والباقي على الله. اما انك بينحط قدامك الاكل وبتنشعنه وبتودره من غير ما تهبش له حسته شويونه، لازم بنادم شوي يهلع. اما اني بحرم عمري من لذات الدنيا كلها، لا والله. رب العالمين خالج البنادم هلوع. رب العالمين خالج انك هلوع. هب لازم عاد هنا اكل لين اطبع عمري مره 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 توتب، لا لو باكل على طروف اسبوعي لو اربع حبات زين. ان صرت عند حد وهم حاطين يعني مثلا كيكه شكلها غريب، حلوه من النوادر، يعني فرنيهم ينضرب بالوصوف عليه رضوان من الله، باكل لي لو خاشوقه وحده، هب لازم اخلص الطويسه هاي كلها خاشوقه وحده. البارح ما شاء الله على فريج التيار من ضمن فوالتهم حاطين فرني، وكلت لي حطوا لي صحين كلت خاشوقه وحده فنان. والبارح بعد يوم السنان عاقرين الحوار كلت والله ثلاث اربع لقمات وخفيف خفيف، لا عصمت يمنى من رم ولا من خدم ولا من امر في هاك الخدمه اللي عليها رضوان من الله. لحمه الحوار غير فيه، وانا ادعوه ادعيها حق منو؟ الدعوه ادعيها حتى لمربنا الحوار، وليه هو مظهور من حلاله، وليه مطعم منه ومسمن منه. حتى هذا انا ادعي له، شو السبب؟ لان اللي مربي الحوار هذا اكرم الوادم بتربيته حق هالحوار، واطعمه طعام زين. واشبع لبن من امه، اشبع لبن من امه، حسب شي قادي لحمته يا غيرتين تبارك الرحمن. جزاه الله خير، لو حتى لو هو بحقه. هي حد من العرب يقول لك والله لا نحن ما بنشكر هذا، نحن ما بعطينا اياه عطيه، هذا مبايعنا وماخذ بيزات. انزين ولو كان كلمة شكرا ماشي مشكلة. انت تعرف شو تسوي؟ آزن عمرك قبل الشكرا وبعد الشكرا. آزن عمرك قبل الشكرا وبعد الشكرا، شوف شيء بيخف منك. هي ها اليوم شدوا العرباب بالكل، الدنيا تصفر، ما حد الا ابو محمد روحه يصول ويول في هالدنيا. اي والله. ترى اليوم اجازه الخميس والجمعه، والعرب ابوي كلها تصير عند هاليته اللي له نسب واللي رحم واللي اخو واللي صاحب صديق، ابوي كلها تصير، اللي ساير العين، اللي ساير الفجيره، اللي ساير دبي، اللي ساير الشارجه، يعني ما شاء الله الدنيا مطرجه، ما حد لنا متخلي. مقوله تقول متخلي، ومقوله الاخرى تقول متبين، يعني وتخالفت الاراء، تخالفت صح؟ أنا ضاري أسير كل الخميس اللي مع أسير دبي تحيدوني. الأسبوع هذا ما أسرت، معزومين أبوي على سحور في الوثقة. السحور اليوم بيكون في مزرعة عيال حياة ثاني بن مرشد، شيخ الرميثات ومعرفهم يعلح الجنة ونعيمها يا رب العالمين. وكان في العمر بد والله جعلنا من الحيين. إن شاء الله. لأني صورت هناك ولا وافيتكم بالمستجدات كلها. يلا في مال العادة حيا. يا مساكم الله بالخير، الحين عاد ماشي باجي عن نوصل يمكن خمس دقائق بنوصل ابوي الوثبة اذا الله جعلنا الحين بوافيك بالمستجدات. ما زين يا ابو كل السيارة اللي جايتني، سيارة هاي جايتني يسموها نسمو، كان شيء سيارة سموها نسمو، هاي اسمها نسمو. عاد تخبرهم اقول لهم اللي يسوق اسمه نسمو ولا راعي ولا سيارة اسمها نسمو؟ طلعت ابوي سيارة اسمها نسمو وراعيها روحه فنان. عمار عمار يا ابو ظبي ما شاء الله، خط الشاحنات التحرى الهاي واي اللي في امريكا لا صار قبله ولا استوى عقبه، والطريق ابوي كل منور من ابو ظبي لين توصل العين. شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، لين قبل كم من سنه الخط هذا سربجي،
ساير ياي كان. والله كان الأول ساير ياي. شي حاجة تضحك. مساكم الله بالخير. عاد الحين ما رمت داخل أصور. ما شاء الله المكان مبزور والرمس وايد. ما بروم أخذ راحتي. المكان يعني شو بقولكم؟ هاي فللهم. هاي فلة. فلتين. والطرف هذاك ثلاث. الفلل اللي في المزرعة عبارة عن كل فلة فيها تقريبا ثلاث غرف كلهم ماستر. بتبعهن بغرف ملابسهن بدنياهن. تحيدون عاد أنا ما تصلح لي الصوالح وتعيبني. يعيبني أتدخل في أدق التفاصيل. يعني ما في مكان ولا غلطة. ما شاء الله والحيضان ممزرة والدنيا يلسة يعني. ولا كأنك يا استحلم. تيبر ميثات ما شاء الله عليهم يعني. يعني بقولهم ما حد أبوي يلحق لهم رأس الرميثات. بقولهم ما يتحاجوا. داخل ما رمت أصورها بأني ما رمت خيلت. مكان ما شاء الله مرتب. ممزور عادة. مكان خلق الله. ما شاء الله عاد المكان كله فل. فل من قوم سعادة. قال لكم أنا. وهذا حاط ابتدأوا الحين حطوا السحور. وياي أنا لو أنا أخذ صورة وياك. أنا بأخذ وياك صورة. زين شعري ما شي خلاف. بعد فالمكان ما شاء الله أكثر عن رائع. ما شاء الله الشباب الله يصلي على محمد صفوة شباب هالدار. يلا الله يحفظهم. حيدوني عاد أنا تنقي ماتي ما شيكت هراوي. أول ما حطوا أطعموني من العصيدة. قلت لهم أبوي هاي عصيدتكم. أبوي ما بعصيدة. هاي أبوي حلوة أكرمها عصيدة. حرامي أن من كثر انضوي هالعصيدة أنك تحراها البانة تلصق في النقاقة من فوق. وين النقاقة؟ تلصق هناك تنشب. يا الله يبارك لهم إن شاء الله يطرح لهم البركة في عيالهم في رزقهم. شيء فنان وترتيب في شيء أكثر من رائع. والمكان التحراه حد لا حسنه بلسانه ما تلقط ولا غلطة. شوف الكنكري شو قال مصفوف صف واحد ورا. إن شاء الله جميل جميل وأكثر عن جميل. إذا في شيء أكثر عن جميل ورائع فهذا هو. سبحانك يا رب. يلا الله يهنيهم إن شاء الله. واللي ميز الفلل هايل كلهن يطلن على الحوض. يعني مسوي لهم بطريقة هندسية ما واحدة منهم تفرق عن الثانية. ما شاء الله والمكان ممزور لين. قايلين وإنه ما بيعزمون حد ما حد وايدين بي. ما شاء الله حلي داخل أكثر عن 30 آدمي. هذا على سعادة محمد ثاني الرميثي. حديث روح مختصر ريال هاك عب ما عارف منو. هناك الجماعة كلهم جالسين الحين. ترى وايدين من الشباب ما شاء الله عليهم عندهم أراضي كبيرة وترتيب. لكن ترتيب صح من النوادر حد يتلقطها. هي لكن ما بكلهم ذويقة. ذويق غير. مرحبا 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 بزعل. مرحبا مرحبا. هلا هلا بالورد. سوقك بيرتفع. انت يا ابوك مبونه ابوك تضارب فوق بيرق انت. ما شاء الله عليك. يا سلام سلم. وين ابويا؟ ها ابويا زين ايش عليه؟ منو ها زعل. يا الله ادريبه. يا الله هاي ابوي ابن هيان ما شاء الله عليه شيخ الشباب. يا الله يحفظه. وياك مبارك فيك ان شاء الله يطرح لك البركه الغالي. انت يا ما الاول. يا مرحبا والله. وهذا المايو الحين تش تحطوه فتشوها. ما شاء الله تبارك الرحمن. اقول لكم ربي ترى الله يغنيكم يا ابو ثاني يطول بعماركم. مشكورين يدفع الله الشر والبلاء عنكم. الله يرحم والديكم. مشكورين على هالمايو بيض الله تويو. اللي تشرفنا يا ابوي. هذا السويت ما شاء الله. من ما تشتهي النفس. من ما تشتهي النفس. وهاي العصيدة اللي خبرتكم عنها. حرام يا غير البان التحرها. البان من زينها. والله انها تنشب في النقاطة.
هذا من صبحة من شباب الأوليين، صدقنا الأوليين، ما أدري شو ياتي وتكوّد رحليلة. هذا خالد بن ثاني، هذا محمد بن ثاني، هذا مرشد بن ثاني، يا حياة ثاني بمرشد. هذا أبو يزعل ركن، ركن من ركون هل البطين، ركن سمعتوا بالركن، هذا ركن، ركن من ركون هل البطين. خلاص ترى حلم مسعود بكبره هني انت ها ها لا لا قبل العيد اي تليفون احنا ترياك تعطين الامر بس اشكر فنك عاش الامير نسمو نسمو لا ما وصلت السياره بنسحب لها قبل لما ارعنا يلا كرمكم الله مشكورين وما قصرتوا بيض الله تويكم مشكورين مشكورين